بسم الله ما شاء الله، بسم الله اللهم بارك، بسم الله ما شاء الله. ان شاء الله نعمل فيديو كده عن ازاي تستخدم نوى البلح والتمر ونوى التمر في العلف بتاع الغنم والماعز. تمام، اول حاجة دي الصورة اللي احنا بندخل بيها نوى التمر والبلح زي ما انت شايف كده البضاعة دي. تمام، ما شاء الله بيبقى فيها نسبة لا بأس بيها من الايه، نسبة لا بأس بيها من التمر أو البلح. تمام، زي ما انت شايف اهو البضاعة كلها ما شاء الله تبارك الله حاجة محترمة جدا، نسبة سكريات عالية خالص ما شاء الله اهو. تمام، بضاعة كلها طبعا ايه هتقلب، طبعا هو بيبقى تقيل وبيوزن. تمام، وده النوى اهو نفسه، ده النوى نفسه اهو، هتلاقي ما بين كل حباية نوى والتانية هتلاقي فيه بص حاجات صغيرة زي كده، كسر ايه، كسر ايه، بلح وتمر اهو ما شاء الله. تمام، دي الصورة اللي احنا بنشتري بيها. تمام، بعد كده بيبقى عندنا براميل وعندنا مصفى. تمام، وبنبدأ ان احنا ننقع النوى ده في البراميل دي. تمام، بننقع الموضوع لمدة في الشتاء ممكن يوصل معانا لغاية 15 يوم، وفي الصيف لمدة أسبوع. خلاص، دي الصورة بتاعت بعد النقع، يعني بعد ما بننقع بيبقى ده المنظر اللي انت بتبقى شايفه ده. ما شاء الله حاجة قدامك ايه ما شاء الله، ده الشكل بتاعه بعد النقع لمدة ايه، لمدة 14 يوم اسبوعين لو كنا في الشتاء. ده شكل الايه، الحباية اهي مستوية خالص. خد بالك الحباية دي لما بتتهري كده هو ده المطلوب اصلا، انها لما بتتهري كده بتعمل لي المية، بص شوف المية لونها عامل ازاي، دي مية اكنها مية نقع، مية عسل، مية مسكرة. يعني بص المية لونها عامل ازاي، دي كده مش مية وسخة، ده مية مليانة التفلة والترابة الناعمة بتاعت الطحن بتاع الايه، بتاعت التمراية او البلحية دي. خلاص، بص كده المية لونها عامل ازاي، زي المية اللي احنا بنشربها، مية النقع بتاعت ايه، بتاعت رمضان. بص اللون، بص اصلا لما تقرب جواها ايه، جواها تفلة كده، دي مية مسكرة زي ما انت شايف كده. المية دي بتتصفى كل يوم، اخد اللي على الوش ده تمام واصفيه، والجرادل اللي هينزل فيها المية دي باخد بدخلها جوه للغنم وبشربها. تمام، طبعا الغنم لما هتشرب المية دي نسبة سكريات عالية، طبعا فيتامينات واملاح معدنية، نسبة حديد، الغنم العشاير، ادرار لبن محترم جدا، هتدف الغنم في الشتاء، كل الكلام ده مليان فوائد. خلاص، حاجة التانية النوى البلح ده، تمام، ابدأ ان انا اخده يا اما احطه زي ما هو كده، يعني احطه لوحده كده تمام، يا اما احطه في على العلف، ادربه على العلف، لمجرد ان نوى البلح ده احطه واصفيه واروح مقلب عليه الردة، الردة بتشرب الرطوبة اللي بتبقى موجودة فيه، فالعلفة بتاعتي بتبقى ناشفة برضه، عشان بس الناس ايه تقول لك ازاي العلفة تبقى مبلولة او هتبقى رطبة الغنم مش ايه مش هتاكلها، لا مفيش الكلام ده، الردة اللي بتبقى موجودة في المكونات بتاعت العلف بتسحب منك الايه الرطوبة. طبعا انت بتاخد كمية اللي انت المقدار اللي انت عايزه، بحطها الاول في المصفى اصفيها، تنزل المية بتاعتها كلها، وبعد كده اروح مدخلها ايه كمكون من المكونات بتاعت العلفة بتاعتي. تمام، طبعا بتوفر كتير، يعني ده انا بدخله عندي مكان الدشيش. طبعا ده كلام للغنم اللي احنا بنقول عليها الغنم الانتاج مش الغنم التسمين. انت دلوقتي عندك نعجة، عندك معزة، بتحاول قدر الامكان ان انت تقلل التكاليف بتاعت الاكل بتاعتها، والشطارة ان انت تقلل التكاليف وتاخد منها ذكر سقو او نتاء سقو من وراها باقل التكاليف الممكنة. النهاردة كيلو العلف غالي، التبن غالي، كل حاجة غالية، فاحنا بنحاول ان احنا نشوف بدائل اعلاف انها تحافظ على صحة القطيع وتمدهم بالمواد الغذائية المفيدة، وفي نفس الوقت ما نضرش بصحة القطيع، ان انا مش عايز اشيل مركب زي الدشيشة او مصدر من الطاقة، احنا الدشيش والغلة والكلام من ده كلها مصدر طاقة، يعني بتمد الحيوان بالطاقة، هي اللي يعني الطاقة دي الحيوان بيستخدمها ان هو بيشغل الاجهزة بتاعته وبيحرق الطاقة ديت عشان يطلع حرارة عشان يدفي نفسه، فانا دلوقتي بديله مصدر تاني من الطاقة، معلش الحيوان لما ياكل حباية بلح زي دي ما دي هتمده بالطاقة. تمام، فطبعا ده ارخص من ده، ارخص كتير جدا من الدشيش اللي هو سعره النهارده وصل ل 15 الطن ب 15000، يعني الكيلو ب 15 جنيه. تمام، زي ما انت شايف اهو، في طريقه تانية او مدرسه تانية، المدرسه التانية بتقول ان انت تطحنه، المدرسه التانية انت بتقول انت بتطحنه، خليك مكمل معايا عشان في ناس بتقول ان النوى ده بينزل في البراز بتاع
الغنم كامل، لا الغنم بتهضمه. وهفرجك دلوقتي على الاخراج والروث بتاع الغنم عندي جوه، ما شاء الله ما بينزلش حاجه خالص. تمام، يبقى انا بنقعه لمده 15 يوم. تمام، ميه النقع زي ما انت شايف كده، ميه بعسل من فوق كده، ده مش تراب ولا اي حاجه، لا ده هي اللون بتاعها كده عشان منقوع، ده اسمه منقوع العسل، بيبقى عامل زي الدبس، في مواد غذائيه مفيده جدا جدا جدا. والغنم اصلا اول ما بتحط الجرادل بتروح على الجرادل وتشرب، لان الميه مسكره، الميه نفسها طعمها مسكر. تمام، وادي اللون بتاعها تاني اهو، بص الميه عامله ازاي. تمام، براميل اهي ما شاء الله، كلها نفس الايه، نفس الفكر، يعني ده لسه منقوع جديد. بص الميه عامله ازاي، ميه نظيفه ازاي، لسه ما خرجش، احنا بنقول عليها لسه ما خرجش. تمام، لسه بقى لما يبات يوم واتنين وتغير عليه الميه يبدا اللون بتاع الايه، اللون بتاع الميه ده يتغير معاه. فده كده عشان لسه منقوع، ما خرجش لسه. تمام، ده عشان قديم. وطبعا انا بعمل يعني ده مثلا منقوع من اسبوعين، ده وليكن مثلا من اسبوع خلاص، وده برضو نفس الكلام من يومين او من 3 ايام، لما عقبال ما ده يخلص يكون ده استوى. تمام، واروح حاطط في ده جديد، لما عقبال ده يخلص يكون ده استوى، وكله بيسلم لبعضه يعني، فاهمني يعني الدنيا ماشيه ايه، ده بيسلم لده يعني خلاص. فطبعا الفوائد بتاعته، نسبه البروتين محترمه، ممكن توصل معاك ل 8% خلاص. انا مش هو بالنسبه لي مش مصدر للبروتين على قد ما هو مصدر للسكريات وللطاقه، كربوهيدرات يمد الحيوان بالايه، يمد الحيوان بالطاقه اللي محتاجها في الشتاء، وباقل الامكانيات الممكنه وباقل الاسعار. اضلك ان انا افرجك على ايه، وده الشكل زي ما قلنا اهو خلاص، افرجك على الشكل بتاع الايه. بسم الله، يعني انا داخل اهو، اللي احنا هنلاقيه، خليك معايا، اللي احنا هنلاقيه طري لسه معمول دلوقتي. تمام، هو اللي احنا هنفحصه خلاص. يعني بص كده، انا همسك بس اي حاجه كده عشان الناس ايه، انا عامه انا ما بقرفش، بس الناس هتقول لك ايه القرف اللي انت بتعمله ده. اهو بص، دي لسه معموله، باينه خالص انها لسه معموله حالا اهو. تمام، اهو معلش انا هاخدها ايه، انا ما بقرفش عامه يعني، هاخدها لك في الشمس، محدش بيقرف من الحلال بتاعه. اهو تمام، بس انا هفحصها لك واحده واحده. اهو ما شاء الله، ده اللون بتاع الروس زي ما احنا بنقول بالفلاح، الزبله بتاعه الغنم يعني خلاص، اللي انت شايفه اهو. تمام، دي كده الروس بتاع الغنم اللي واكله نوى بلح خلاص، مفيش اي ايه، مفيش اي حاجه نازله من غير هضم. ده كده الحاجه قدامك اهو ما شاء الله. تمام، هنشوف واحده ثانيه برضو تبقى يعني هنا برضو ديت ناشفه اهي، بس انا عايز حاجه جديده عشان ما حدش ايه، الناس يعني في ناس كده تحس ان هم يعني ما اعرفش، تحس ان هم عايشين في نظريه المؤامره، يقول لك انت ايه، انت اللي محضر وعامل ومخلي يعني. بص واحده ثانيه اهي، اهي برضو تحس انها لسه معموله جديد فريش، هنفتحها برضو كده. بسم الله، مش عيب اللي انا بعمله ده، مش عيب، بحاول افيد الناس اهو. تمام، حاجة باينة معاك، الدنيا باينة معاك خلاص، دي اللي احنا فحصناها ايه. تمام، دي واحدة تانية. تمام اهو الروس ما شاء الله، الزبلة ناشفة مش معجنة يعني، ما عندهمش اسهالات يعني ولا حاجة، لا ماسكة نفسها حلوة. تمام، معنى كده ان هو نسبة الطاقة والبروتين اللي هو كلها كتير. الناس اللي بتعلف وبتزود وعندها غنم تسمين عارفة ان انت لما بتزود العلفة او بتزود العلف بيبدا الزبله بتبقى ايه ماسكه في بعضها، معنى كده ان هو واكل وشبعان، وكمان الاخراج زي الفل يعني، هو يعني القيمه الغذائيه اللي انت اديتها له عاليه يعني. تمام، نشوف واحده كمان لو في حاجه في الارضيه معموله دلوقتي، انا عايز حاجه بس ايه تبقى باينه انها لسه معموله. تمام، زي ما انت شايف الارضيه يعني عندي ما شاء الله، الارضيه دايما نظيفه كده جافه، ما فيهاش نسبه رطوبه، مش عيني مش قادره تلقط الصراحه حاجه. تمام، ربنا يبارك. فيعني ده اللي انا قدرت اجيبه، ممكن ديت
ايه واحنا ايه يعني مفيش حد بيعمل انا بعمله ده، بس يعني عشان خاطر الناس اهو اهو ما شاء الله تبن مادة الملقى ومفيش اي بقايا من نوى امبلح او اثار لنوى البلح فين في الروص والزبل بتاع الغنم والمايز. تمام، يبقى الموضوع ببساطة انا بجيبه، انا عامة بحب المدرسة بتاعت النقع، ان انا نقعه لمدة اسبوعين يبدأ يستوي بيبقى ناشف. الغنم عندك يمكن من اول مرة مش هتقبل عليه، خلاص حاول ان انت تدخل كميات صغيرة الاول، كميات الصغيرة دي تبدأ تدخلها كمكون وسط الايه وسط العلف، يعني علفتك وتحط مثلا ربع كيلو بحيث ان هو ما يبانش، هياكلوه ويقرقشوه وسط الايه وسط العلفه. واحده واحده تبدا ان انت تسحب العلفه بتاعتك تدريجي، خلاص تقلل الكميه اللي انت بتحطها من العلف، تمام، وتبدا تدخل نوى البلح. تمام، انا عندي هنا في المزرعه بعتمد على نوى البلح، انا بتكلم على قطيع الامهات، القطيع اللي انا بنتج منه، ان انا عايز النعجه تصرف عندي في اليوم 10 جنيه و15 جنيه و20 جنيه. لو انت هتحط كيلو علف لوحده النهارده ب 20 جنيه و25 جنيه العلفه النظيفه، تمام؟ لا مفيش الكلام ده، فانا بتكلم على قطيع الانتاج، مش بتكلم على الشغل التسمين عشان ما حدش يدخل الدنيا في بعضها. فانت بتحط نوى البلح ده مع العلفه بتاعتك مع الرده، اي مصدر بروتين، صويا، رده، كسر فول، اي حاجه انت عايزها. يبقى انت عامل مكونين، كربوهيدرات اللي هي الطاقه متمثله في نوى البلح والتمر، تمام، والميه بتاعتها برضو مليانه سكريات، والحاجه الثانيه مصدر للبروتين، خلاص زي طبعا البروتين الاهميه بتاعته لو انت عندك عشائر عشان الجنين اللي موجود في البطن ده عايز بروتين يبني الانسجه بتاعته، تمام. مصدر البروتين بتحط اي مصدر بروتين زائد الماده المالئه، مفتوح تحط بقى دريس حجازي، تحط قرش فول، تحط تبن فاصوليا، تبن صويا، اي ماده مالئه معاك، يبقى الغنميه واكله كميه علف مركز محترم في قيمه غذائيه كويسه، والكرش بتاعها مش قاعده عماله تنعر لي في المزرعه انها جعانه، بتملى بقيه الكرش بالماده المالئه اللي انت بتحطها، دريس حجازي، قرش سوداني، تبن فاصوليا، تبن فول، تبن اي حاجه اللي انت تبن مثلا الربه، كلام من ده. وعمليه الهضم او الهضم بتاع الموضوع زي ما انت شايف عندي ما شاء الله الزبل اللي موجود في المزرعه كله ما شاء الله كله ناشف، تمام، مفيش حاجه عندها اسهالات، مفيش عندي ما شاء الله، وحتى مسكت لك الحاجه اللي لسه معموله فريش وفصصتها واحده واحده. انا بطمن على الحلال بتاعي من الطريقه دي، اعرف كده ان انا شغال صح وان انا بحط اكل مظبوط، وصحه الحلال مش شايف ان هو الظهر بتاعهم خس او هم عضموا او الكرش بتاعهم طبق مثلا ولا حاجه، لا ده ما شاء الله الحاجه في ثبات او في زياده، وهو ده الغرض من موضوع الانتاج، ان انت تدور ان انت ازاي توفر في التكاليف، الشطاره ان انت توفر في التكاليف وفي نفس الوقت تحافظ على صحه القطيع، وفي النهاية خالص ان انت تاخد منتج من وراهم سواء كان ذكر سواء كان نتاية سقوه محترم، تمام، والاوزان بتاعته تبقى كويسة عند الفطام. هي دي الفكرة من رعي الاغنام او تربية الاغنام، ان انت تقلل التكاليف قدر الامكان ومكسبك كله هيبقى في الحلال اللي هيجي لك، رزقك اللي هيجي لك ذكر نتاية، الاعداد طبعا اللي هيجي لك، وما تيجي تطرح ده من ده شوف انت هتبيع ده بكام، لو انا بعت ب3000 وانا والنتاية عندي واكلة مثلا ب1000 يبقى انا مكسبي 2000 جنيه، في واحد بيبيع ب3000 ويبقى مكلف النعجة 4500 جنيه 5000 جنيه في السنة، لما انا هبيع الخلف بتاعها ب3.5 ب4 وهي واكلة عندي ب4.5 ده انا كده خسران، يعني فاهم؟ هي الفكرة بتيجي من كده، ان انت بتحسب تكاليف الاكل بتاع النعجة في السنة كله، تمام، قصاد المنتج اللي انت هتقدمه، المنتج ده هيساوي كام النهاردة؟ لو ب4 لو ب5 هتطرحه من الاكل بتاع النعجه، والفرق ده يعتبر هو المكسب بتاعك. فالشطاره ان المنتج هو سعره محكمه السوق هو اللي بيقولها، انا ما اقدرش ان انا اغير، هو النهارده ب4 النهارده ب5، ولكن اللي انا اقدر اتحكم فيه المدخلات بتاعه المشروع بتاعي اللي هو الاكل والشرب بتاعهم، اقلل قدر الامكان، علشان كل ما قللت كل ما كان الفرق ما بينهم هيبقى اكبر، هو ده المكسب اللي هيخش في جيبك. اعتقد يا رب يكون الفيديو مفيد ليك، تمام، تابعونا ان شاء الله على مزرعه نيول عالميه فارم، لو حد محتاج نوى بلح موجود، بص برضو يعني بالصدفه اهو قدامك اهو، معمول فريش معمول فريش معمول فريش
اهو ما شاء الله كله معمول فريش اهو، مفيش اي اثر لنوى البلح. اللي محتاج نوى بلح متوفر عندي في المزرعه ان شاء الله. تمام، المكان بتاع المزرعه بتاعتنا طنطا محله مرحوم بجوار شركه البترول، والرقم بتاعي انا هسيبه على الفيديو للتواصل في اي استشاره اي نصيحه، انا تحت امركم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.